خلوني أقول لكم خبر لطيف. في بريطانيا وقع أكثر من 400,000 شخص على عريضة طالبوا فيها أنهم ينهوا عزلة فيل أنثى اسمها آن بعد ما شافوها في حديقة السفاري اللي تعيش فيها 20 سنة وحيدة من دون ما تقابل أي فيل ثاني، وشافوا ملامح الحزن بوجهها واللي توقعوا أنها تكون بسبب الوحدة. المهم أنهم طالبوا أنهم يطلقوا سراحها ونقلوها للغابات بفرنسا عشان تعيش مع الأفيال الموجودة هناك، خصوصا أنه أنثى الفيل تحب أنها تعيش بأجواء عائلية. كيوت مرة. ترى الفيل من أكثر الحيوانات حساسية، ترى مرة حساس وأكثر حيوان عاطفته شبيه بالإنسان، ترى يبكي صدق. حرام والله. أنتو كيوت مرة صراحة. هي اللي كيوت مرة، يعني كيوت الناس اللي طلعوها، اللي فكروا بنفسيتها، لأن فعلا ترى الحيوانات تحس طبعا بشكل طبعا. هذا لا خلاف عليه، ترى سوشيال يعني هم في بس النهاية. أنا أحيي الناس اللي انتبهت أن الفيلة حزينة. أتوقع لو أروح أشوفها ما هركز. ترى أنا كانت أمنياتي وأنا صغيرة يكون عندي فيل، كنت دائما اشوف. وين بتحطي نفسك؟ في قفص؟ ما ادري عاد وين احطه. في اللي هو احطه عندي في الغرفه بس يكون عندي فيل. يا جماعه اللي يعرف كيف ممكن اودي تمتلك فيل يا ريت يبلغها بطريقه او باخرى. طيب.